مشاركة السلطنة في معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات هو الهدف الأساسي، هو أولاً لتوطيد العلاقة بين السلطنة ودولة قطر، وإن شاء الله هناك كذلك عدد من الاتفاقيات سيتم توقيعها بين بعض شركات القطاع الخاص بين السلطنة وقطر. عمان الحمد لله مصنفة كوحدة من أكبر عشر أفضل عشر دول في الأمن السيبراني، والآن نطلع الخروج العالمية بعد إثبات أنظمتنا وقدراتنا بالسلطنة، فبالتالي هذه فرصة ممتازة لنا نحضر ضمن الوفد العماني. الاستثمار في السوق القطري استثمار واعد ومبشر، فبالتالي السلطنة تسعى إلى الشراكات وإلى إيجاد فرص استثمارية وكذلك إيجاد سوق لخدمات المجموعة وشركائها في هذا القطاع.